بعد هجرة عدد كبير من الشباب اللبناني اللبنانيات اطلقنا حملة تزوجني بدون مهر، شنو رايك مدام في الموضوع؟ هي عندهم الحق، هي انا التونسي كي ياخذ لبناني ياخذ له من ياخذ تونسي، هاي لبنانية من غير مهر زين وعين وتربية، فهمت؟ وينجم هكا يتحكم فيها تونسية ما ينجمش يتحكم فيها، فهمت؟ علاش؟ على خاطر أمها تحب دار وتحب، مش الطفلة اللي تحب طفلة عطيها تهني على رويحتها، أما الأم تحب دار، تحب كرهبة، تحب فيلا، تحب درا شنوة، تخلي دار بنتها، تخلي يساعدها بنتها تخرج تسهر وتفزد وتكيف وتشرب وتسهر عقاب الليل، وما يساعدهاش تهني على بنتها، تعطيها الواحد حتى مزال تزوج الفقراء يغنيكم الله. أنا راجلي خذيت وصدقني عندي جوز جيراني في الدار، والله الحمد لله تو بسالتي وبيت نومي وببنيتي ونحمد ربي ونشكره، وأمي ما تك... المهم هني على رويحتك. والله ريت انت نسيت وينسى اميتهم خلو لهم ديارهم، راه طلق ويضرب فيك وروح وما راي صبر دارها عمرت، مكبرين ليهم روسهم بحقوق المراه، ما ثماش حقوق او حقوق المراه وين؟ كي تمشي تشكي تقول راجلي ضربني يمشي ويطلقوك، واصبح باش تاخذ النفقه وهز صغارك اللي كنتي ولا تاخذ نفقه، وراجل شد الحبس وما يعطيش للمراه النفقه. بيه وفي بالها صغارها اللي خذتهم صغار فكتهم من بوه، انت عاركه بينك وبين البو، انت ايش مدخل الصغيرات في بالك؟ باش يقعدوا لك صغار باش يكبروا يتكيفوا ويفسدوا ويهملوا، وقتها ما عادش تنجمهم جمله، ما عادش تنجمهم بالحق. دونك انت مع انهم اللبنانيات يجيونا لتونس ياخذونا رجالنا؟ مع علاش لا؟ خلي يتعرسوا اللبنانيين التوانسه ونبدلوا شويه، خلي السلاله انا راجلي سوري ونتشرف به، انا راجلي سوري يرحم ميمته نعاودها الله يفضله ولي ان شاء الله، وخلت تبدل السلاله، خلي يجينا صغير لبناني صغير قاوري صغير فرا، تمش ما المخ يتغير. ما قلتها ليش هذه راجلك سوري؟ راجلي سوري انا، راجلي سوري وافتخر زيد. شنو قولك؟ اش قولك في الراجل السوري؟ الراجل السوري زين وعين وتربيه. ليه محلو؟ اخلاق، اقسم بالله، الراجل السوري ما انا حسب تجربتي وراجلي يرحم ميمته ويعطيه الصحة والف صحة، وتعب علي انا وبنيتي. وعاقل وما يسبنيش وما يسمعنيش الكلمه، نفهم بعضنا من العينين من غير لا نقول بوك وبوك وبالراس نتاع بوك ودرشنيه وكي هامله وكي جيتي من الريف وكي درش جمله، صدقيني جمله. اهلا حبيبي، صباح الخير حبيبي، كيفك؟ شنو الفرق ما بينه وما بين الرجل التونسي؟ التربيه والاخلاق، التربيه والاخلاق. هو حتى يكلم امي يقولها مرت عمي، اهلا مرت عمي، شلونك، كيفك، شو اخبارك، شلونه عمي. التونسي راه ما يسالش على عمته جمله ولا على مرت عمه ولا عليه، قله اخلاق، قله تربيه، يمشي يسكر ويروح، يضرب مرته في جرة امه، ولما تكره راجل بنتها فيها وفي بنته، فهمتني كيفاش نقصد؟ علاش الراجل التونسي يكره الحمات؟ خاطر هي تشدت عمر بنتها عليه، ما في بالهاش اللي هي قاعده تخلي في دار بنتها، فهمت؟ انا الحمد لله انا خذيته فقير وتوا الحمد لله ولاباس ومتهنين وعاملين جو الحمد لله يا ربي. ربي يهنيكم وعيشك وربي يفضل لنا بنيتنا، وانتم ربي معاكم، ربي يعاونكم، وان شاء الله يجونا نساوي انتم لبنان اللي هنا خنغيروا شو، خلي المراه التونسيه تتهد شوي، راهي تلبس لك التوب، تلبس لك العريه وتخرج، امها يساعدها تلبس هكاكه وتبدا منفوخه من قدام ومن تالي وتخرج تعمل قهوه وتسهر وتروح لها عقب الليل، وما يساعدهاش تاخذ راجل فقير تهني على رويحتها وربي ومع بعضهم يكونوا. تاخذ لبنانيه ولا؟ لا ما ناخذش لبنانيه. معناها انت تاخذ تونسيه ولا لبنانيه؟ ناخذ تونسيه. علاش تونسيه؟ نحب ناخذ بيت بلادي. طفل ما نعرفهاش انا حياتي كامله، كيفاش نجي كما كي انا خاف في ظرف شهر ولا عام مش تعرف عليها، ناخذ بنت بلادي انا نعرفها من الصغر. شنو رايك في اللي قالوه؟ خذني من غير مهر. شكون شنو هي اللي قالوا خذ من غير مهر؟ بنات لبنان. بنات لبنان قالوا خذوني من غير مهر، يحبوا يعرسوا. يحبوش يقوا هما مش معرسين. انا ناخذ طفله اللي نحبها مهما تكون، معناها لبنانيه تونسيه ولا تركيه، معناها ديجا طفله معاها من تركيا توا، علاش انا ان شاء الله ربي يسهل. تركيا؟ تركيا هي من تركيا. كيفاش تعرفتوا على بعض؟ والله عن طريق هكا بالصدفه ابليكاسيون صبيتها تعرفت عليها بالزهر هكا حكينا كل من بعد اول ابيل فيديو كود فود هكا بون بالفيديو معناها ديستونس تمن بالحب من اول نظره؟ والله نؤمن بيه بصراحه، خاطر نتصور انه كي تحب طفله في المره الاولانيه وتشوفها من تشوفها الاولى معناها اعجاب ولا حب؟ نتصور يبدا باعجاب ومن بعد يختلط معاه الحب بالوقت معناها بالعشره وبالمعرفه وكل شيء، خاصه كي الطفله تقعد معك اكثر من عام تولي معناها حكايه ان بو سيريو اكثر معناها. علاش؟ هذيك في البدايه بكل فتاه اعطيه كيما الجبن، تحط جبن للفار يخرج لك الجبن وبعد تعمل كيما تحب انت. ما ثماش حد يرضى من غير مهر، وما تقول له على الاقل قدام اهلي شو هيدا، هاي ما يكون حقيقه اللبناني،
الكل حكي معناها اي جاني بركة نربطك، وبعد لغة البنات العربية كلهم صعيب راهو، هي حملة، انت قلت حملة، دونك الحملة تاخذ وقت وبعد توفى، راهي حملة جست انقذني معناها كيما عرفتك اللي انقذني، خرجني من الواد، قطعني من الواد، وبعد شنو اللي عملت انت وشنو تعديتني من الواد، حكاية فارغة، وشنو هي باش نقعد انا عزباء، وشنو هو المشكل؟ وبرقات عزبة ما نتصورش الشعب اللبناني عنده مشكلة في هذية، هذية ما تكون كان عند تونس، أنا نتصورهم الشعب اللبناني ناس شباعة وناس عندهم القناعة يعملوا حملة لفئة معينة بركة، ما نتصورهاش. يعني أنت ترى أنه الحكاية غالطة؟ لا مش غالطة، أنت قلت حاجة باهية اسمها حملة، الحملة دي مرة ظرفية راهي، معناها خذونا توا وشجعوا الشباب، وبعد يرجعوا الشباب المغتربين وكل شيء، يقولوا فات الحملة. يعني شوف ثم حاجات وقتية ديما وقتية. أنا يعني رأيي برجولية بيه الفكرة هذي، والله لبنان هي فهمتي فيه وما غير مهر زادة جو قيدني بالله كان تعمل مزاي بك التوانسة دي طفلة تونسية معلم تاخذ قرض بثلاثين مليون وشوفوا شوف كان خلط مش تعر زاد تدخل من بيه بالسلام عليكم بالله عندك دار فش تخدم ما نعرفش شنية معلم مش ناخد طفلة ولا كهرباء شنية وانت شنو رأيك؟ بعدي الصعاوات جوي راني تربيت في ياسر في التلفزة ميساش ميساش انت تحب تاخذ لبنانيه بلاش مهر ولا بتبيع لبنانيه هي راه بتبيع واحد شيء مخايبين على فكره لا مش مخايبين والله جوهم بيه تونسيه ولا لبنانيه انا باز لبناني وانت لبناني علاش لبنانيه هي خاطرها لبناني لا اي ما شنو هي الحاجه اللي تعجبك لبنانيه كل شيء كل شيء حتى احنا في تونس عندنا بنات محليهم زايدة فيهم الخايبين انا قلت لك انا فيهم الخايبين وعندنا زاد بنات حلوين في تونس فاهمة موجود ربي بقى عليهم الستر وانت عاد سوي فشلتني عازي علاش لبنانية هي ريت اللبنانية خير من التونسية برشا جوها احلى التونسية ما مش كيما اللبنانية راهو جملها خليك تحكي على عبيد معينين معناها انت ما عرفتش بنات تونس الكل لا صحيح ما عرفتهم مش ما يطلب خلونا اللبنانية خير زيد معناها سمعت بلاش مهر ولات لبنانية لبنانية خير ديما تمشي لبنانية خير والله المهم انت تحب تاخذ بنت تونس بنت تونس هيك بنت بلادي خير من انا اصفر عليها معناها برا هي معناها كيفاش تعيش كيفاش احنا معناها في بلادنا معناها اي معناها واحد مش جيب قورية معناها تتكيف قدام دارهم تشرب ولا معناها صفر عليها تلبس حاجه قصيره كذا فهمتني احنا في معناها في سبرنا ما نلبسوش معناها القصير بنيه تحشم معناها هكاك معناها مش تخليش مرتك تلبس قصير بتبيع ما تلبسش مرتي القصير يا اخي مش تلبس قدام بابا تحبها متدينه ولا مفيد حتى ماهيش حتى متدين وش بلي جيت تكون متدينه فهمني المهم تبدا مستوره صحيح تكون مستوره معناها والحمد لله فهمني وتكون معناها تقدر لي امي وبابا هذيك هي الفايده معناها وتقدر لي معناها جيراني تقدر لي معناها فاميلتي هذيك هي الفايده معناها مش بلي جي معناها باش تكون هي معناها نقولوا تلبس ولا حكايه هذيك حاجه اخرى كل حاجه في بلاصتها هم مفيد تعطيك دار لدارنا ومعناها ما تلبسش القصير والخلع ولا كل معناها